هل البنية التحتية للصحة في الإقليم تواكب حاجة الناس؟ ما هو عدد المشافي في الإقليم؟ وهل هذا العدد يلبي احتياجات كل المرضى؟ ما هي الخدمات الطبية المجانية التي تقدمها مديرية صحة أربيل للمواطنين والنازحين؟ كيف تعاملت حكومة إقليم كردستان مع الأمراض المستعصية؟ هل شركات الأدوية المحلية قادرة على توفير كل الأدوية التي يحتاجها الإقليم؟ هذه الأسئلة وغيرها نطرحها على الدكتور سامان برزنشي مدير صحة أربيل. دكتور سامان برزنشي مدير صحة أربيل، أهلا وسهلا بك دكتور في برنامج نقطة الضوء. أهلا وسهلا. هل البنية التحتية للصحة في إقليم كردستان كافية لاحتياجات الإقليم من مراكز، دكاترة، مستشفيات، مستوصفات، شركات أدوية؟ صراحة بالنسبة للبنية التحتية نقدر نوزع على الأقسام البنية التحتية من جانب الأطباء والكوادر الطبية. يعني بالنسبة للأطباء تعتمد على الأقسام والاختصاصات، بعض الاختصاصات إحنا عندنا عدد كافي من الاختصاصات والأطباء والملاك للمستشفيات، بس بالنسبة لبعض الاختصاصات الدقيقة يمكن إحنا نحتاج بعد أكثر من الاختصاصات، خصوصا في عاصمة إقليم كردستان كأربيل إحنا الضغط كبير على المستشفياتنا بخصوص منطقة نقدر نسمي ب عندنا السياحة الطبية أكثر من كل المحافظات في العراق. كل المحافظات عندهم مرضى ويجيبون الجرحى والمرضى على أربيل، وفي حالة نقدر يعني نأخذ العدد اللاجئين واللاجئين والنازحين، يعني عدد كبير في أربيل صراحة. هذا بالنسبة للموارد البشرية كبنية تحتية. في جزء الكوادر الطبية، في المعاون الطبي والكوادر الطبية والكوادر المختبرية عندنا أقل عدد نسبيا في إقليم كردستان. يعني عندنا بعض الملاكات مو كافية، يعني ليس الكافية في مستشفياتنا، وفي خصوصا في بعض الأماكن الحساسة مثل ما في غرف الاستقبال الطوارئ، قسم الاستقبال، وفي صالات العمليات، وفي صالات العناية المركزة. هذا الأقسام خصوصا احنا نحتاج الأكثر للكوادر الطبية أكثر مما الكوادر الطبية في مراكز صحية. هذا بالنسبة للموارد البشرية. بالنسبة للمستشفيات كمان يعني تحتاج إلى تقسيم البنية التحتية. احنا بالنسبة للمستشفيات العامة عندنا مستشفيات عامة الحمد لله، بس في بعض الأماكن ما عندنا مستشفيات عامة، خصوصا في أطراف أربيل، في قضاء دشتي هولير وفي قضاء خبات، يعني عدد كبير أكثر من 450 ألف ساكن المواطنين ما عندهم مستشفى العام، عندهم بس مراكز صحية. الخدمات الطبية تحتاج إلى الخدمات الثنائية والثلاثية مثلا في صالات الولادة وصالات الجراحة العامة، فيودون حالاتهم كلهم خصوصا الطوارئ على مركز المدينة. لذلك احنا في نفس المدينة في مركز المدينة ما نحتاج للمستشفى العام، لأن العدد الأسرة كافية للمواطنين، بس في قضاء الخباد وقضاء دشتيولين والبقية الأقضية ونواحي عندنا مستشفيات عامة. مثلا في مستشفى في قضاء سوران عندنا مستشفيين، المستشفى العام الآشتي والمستشفى التخصصي للولادة والأطفال. هذا بالنسبة للمستشفيات. عدد المستشفيات اللي موجودة في إقليم كردستان هل هي كافية لتلبية حاجياتهم؟ يعني بكل إقليم كردستان مو فقط أربيل. أنا أقدر أحكي على أربيل كمثال، يعني مثلا يعني تفرق بين الدفوق محافظة السليمانية يعني. وأقضية ونواحي تعتمد على نوع المستشفى، لأن التوجه الدنيا وتوجه الطبية في كل دنيا خصوصا في الغرب توجهات على الاختصاصات الدقيقة، يعني مركز تخصصي مستشفى عام. يعني صح عندنا مستشفى مثلا بهالمستشفى مستشفى رزقاري العام عند عدة الاختصاصات، بس بعض الاختصاصات يراد له مركز تخصصي منعزل في مكان ومستقل. وهذا البنية التحتية من جانب البناء والكوادر الطبية والأطباء
احنا نحتاج بالتأكيد يعني مثلا مركز العيون، مركز العلاج والجراحة العيون، احنا ما عندنا في أربيل مثلا، عندنا بعض التحويرات في مركز صحي الرئيسي على أساس راح نحول على مركز الطبي للعيون، بس لهالأزمة الاقتصادية المشروع كله صار الوقف في 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 المشاريع وفي تنفيذ الـ ولذلك التقسيم البنية التحتية على الاختصاصات نعتمد على نوع الاختصاصات. مثلا شلون ما قبل 10 سنين ما كان عندنا المركز التخصصي للقلب وجراحة القلب، بس الحمد لله عندنا مركز كمرجع لكل المراكز في العراق، المرضى يجون هذا المركز متطور، يعني ما يصير المركز بداخل المستشفى العام من خلال طابق من خلال عدد من الغرف، لا مركز مستقل وعندنا عدد كبير من الأسرة وصالات العمليات والعناية مركزة وصالات القسطر وشبكة وبالون، يعني هذا مركز مثال. مثلا لازم احنا عندنا مركز خاص للأمراض الصدرية، الأمراض مثلا الجلطة الدماغ يراد له مركز خاص من البدايات وخدمات الأولية إلى جراحة الدماغ وجراحة الصدر، هذا يعني كمثال. دكتور، ما هي الخدمات الطبية المجانية الأخرى اللي قدمتها مدير صحة أربيل للمواطنين والنازحين؟ بالنسبة للخدمات المجانية احنا نعتبر كل الخدمات من أثناء دوام الرسمي كلها خدمات شبه مجانية، يعني سعر البطاقات كلش رمزية والأسعار خفيفة وكلش بسيطة، يعني مثلا بطاقة الفحص في عيادات الخارجية ربع دينار عراقي أو 500 دينار عراقي، يعني بعض الخدمات الأشعة والمختبرية 1000 دينار عراقي، احنا ما نقدر وما نعتبر هذا سعر، يعني شيء رمزي وهذا للإرادة النهائي للوزارة المالية. بس الخدمات عندنا احنا في المستشفيات الأهلية، في عيادات الخاصة تفرق، يعني مثلا بس احنا من خلال هالسنين الأخيرة يعني خصوصا في 3 سنوات الأخيرة احنا فكرنا بتقليل الضغط على المواطنين بهالأزمة الاقتصادية، فتحنا مشروع جديد في مستشفياتنا ورا الدوام، يعني ورا الساعة 1 الظهر راح نفتح الردهات والصالات العمليات لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين كمن سعر يعني رمزي، يعني كلش أرخص من المستشفيات الأهلية وأكثر من المجانية الصباحية. هي مفتوحة لجميع المواطنين ولا في استثناء ولا إنه بس للكرد أو؟ لا بالعكس، يعني بعض الاختصاصات والأقسام في مستشفياتنا العدد المراجعين من المواطنين يجون من الخارج الإقليم خصوصا في وسط وجنوب العراق ومن النازحين واللاجئين أكثر من المواطنين الأربيل والكرد، يعني يوصل للبعض مثلا المستشفى الرابرين للأطفال، يعني يوصل لل 60-70% من المراجعين من ضمن المواطنين غير الإقليم أو نقدر نقول يعني من النازحين واللاجئين خصوصا من الموصل، من مركز القلبية، مركز الديلزة وغسل الكلوي، يعني عدد المراجعين يوصل لل 50%، يعني نصف المراجعين والعمليات اللي احنا دا نسويه للمواطنين الغير الأربيليين غير الكرد اللي هم النازحين واللاجئين. كيف تعاملت حكومة الإقليم مع الأمراض المستعصية؟ في دائرة الوقاية الصحية عندنا قسم خاص وعدد من الفرق يشتغلون على السيطرة على أمراض الانتقالية. الأمراض الانتقالية وعدد كبير من الأمراض الانتقالية اللي حسب الموقع حسب المرض، يعني الفرق المتجولة والفرق الثابتة احنا البرنامج في كل المراكز الصحية في رعاية الصحية الأولية وفي مستشفياتنا من خلال أول شيء يعني من خلال كشف الحالات ومن برنامج احنا نقول رصد وبائي، فاحنا نقدر نلقي الحالات ونسيطر على الحالات من خلال تأكيد الحالة في 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 إعطاء في مختبر المركزي مختبر صحة عامة، وإحنا نرسل النماذج للبغداد، عندنا من في في برنامج رصد الوبائي وسيطر على أمراض انتقالية عندنا علاقة قوية وعلاقة علمية وإدارية و قانونا من خلال قانون صحة عامة، احنا لازم كدولة كعراق نأخذ البرنامج كله من
خلال المركز اللي هم عندهم مختبر مركزي ومرجعي، ومن خلال وزارة الصحة العراقية احنا ناخذ الكونفيرميشن في حالات اذا صار اي حالة. ففي كل الامراض الانتقالية يعني مثلا انواع الاسهال وحالات الكوليرا وانفلونزا وحالات الايدز والالتهاب كبد فيروسي وحالات الملاريا وبعض الحالات الخاصة ونادرة يعني مرات من يصير. لذلك الحمد لله البرنامج كبرنامج الوقائية وبرنامج المنع الانتشار والمنع الوباء في حالات الأمراض الانتقالية الحمد لله كلش ناجحة، والفرق يأخذون النماذج مو بس للمرضى، للأهل والمنطقة وجغرافيا احنا وزعنا الفرق على الأغذية ونواحي وقرى وكل المناطق في حدود محافظة أربيل. أما أمراض السرطان كيف تتعاملون معهم؟ طبعا امراض السرطان تعرفون يعني صار مشكله كبيره. دكتور يعني عفوا ان بدي اقاطعك، امراض السرطان لها حالات معينه ولها علاجات معينه، محتاجين كدعم نفسي كمادي، انتم كيف تعاملكم معهم؟ صراحه امراض السرطان هو مشكله كبيره، يعني المشكله مشكله الدنيا الجديده، خلينا نقول الدنيا العولمه والدنيا الغربيه في كل الدول، وخصوصا الدول الغربية عندهم المشاكل السرطانية أكثر من دول النائية. فسرطان يعني وسنة ورا سنة يعني تتغير البروتوكول وطريقة العلاج، لأن من خلال يعني التطور في مجال الأجهزة الطبية وفي مجال الكوادر الطبية وتدريب وتشخيص وحتى الأدوية خاصة بالسرطان. السرطان مشكلة كبيرة لأن هو يعني تحديد العمر وفي حالات السرطان يعني إن مشكلة لأن الأدوية والمستلزمات اللازمة كلش غالية، يعني لذلك في كل الدنيا السرطان أكثر شيء على حساب المتبرعين يعني منظمات المجتمع المدني والمنظمات الخيرية والدول الخيرية وأشخاص الخيريين في كل الدنيا عندهم صناديق الخيرية. ففي إقليم كردستان الحمد لله من هالسنوات الأخيرة من خلال آخر 5 سنين الأخيرة من خلال قانون في برلمان كردستان العراق صاروا تأسيس الصندوق الخيرية للسرطان. الصندوق يعني الخيرية من مختلف المصادر، يعني الحمد لله صار دعم كبير لخدمات السرطان في إقليم كردستان. احنا في أربيل عندنا مستشفى تخصصي للأمراض الدم والسرطانية اللي هو مستشفى نانكلي، وعندنا قسم السرطانية في نفس المستشفى مستشفى رزقاري. طبعا تبدي أول شيء الخدمات السرطانية مو احنا ما نقدر نقول بس العلاجية، لازم احنا نبدي من برامج الوقائية يعني منع السرطان. بعض السرطانات احنا نقدر من خلال برامجنا من خلال المسح بين المواطنين وخصوصا اللي هدول الجروب المجموعات الخطيرة احنا نقول ريسكي جروبز نقدر يعني نبدي من منع السرطان، ومن خلال تشخيص اللي هو عدة الأجهزة الطبية والمستلزمات يراد لها. مثلا الحمد لله في أربيل صار بهالسنة الأخيرة يعني من خلال 6 أشهر الأخيرة صاروا فتح مشروع جديد في القطاع الخاص اللي هو بيتسكان. في كل العراق ماكو أجهزة بيتسكان، البيتسكان هسه في القطاع الخاص مكان ما المرضى يروحون على الخارج البلد هسه تأخذون في كل العراق يجون على أربيل تأخذون البيتسكان هذا للتشخيص كل جميمة للمراحل السرطانية، وأشعة التشخيصية سيتي سكان والإمارة في كل تقريبا كل المستشفيات موجودة، وزرع الخلا وزرع الخلايا في مستشفياتنا خصوصا في مستشفى رزقاري التعليمي هذا كلش مهم للبروتوكول العلاجية. والعلاجية خلينا نجي يعني الحمد لله من خلال التشخيص فتحنا مختبر جديد في مستشفى رزقاري الخاص في السرطانية في قسم السرطانية، والمختبر متطور في مستشفى نانكلي من خلال دعم الصندوق السرطاني، وهذا بالنسبة للتشخيص. بالنسبة للعلاج عندنا لجان خاصة وعلى حساب الصندوق السرطانية يعني راح يقدمون العلاج ويجيبون الأدوية إضافة للأدوية اللي يجي من بغداد من وزارة الصحة العراقية،
يعني نسبيا أقدر أقول هالسنة خصوصا وضعنا أحسن مما قبل من دواء والمستلزمات الطبية. يعني عفواً دكتور يعني عن كلامك أنه المريض هل هو أنه يتعالج عن مرضى السرطان مجاني؟ طبعاً المرضى السرطانية اللي هو الوحيد ماكو بديل في المستشفيات الخاصة والأهلية ما عدا هذا الجهاز التشخيصي بيتسكان اللي حكيت عليها. بس العلاج السرطانية الأدوية الكيموثيرابي العلاج الكيميائي كلها موجود في مستشفيات حكومية ماكو في المستشفيات الأهلية لأن كلش غالي. وعندنا مشروعين مجاني؟ طبعا مجاني طبعا كله مجاني واكثر المراجعين هم من نازحين ولاجئين حتى من خارج البلد. احنا عندنا مرضى يجون من سوريا ومن تركيا ياخذون العلاج ويرجعون. هذا يعني شيء انساني انت ما تقدر تحدد المرضى. هذا واحد. ثانيا عندنا مشروعين جديد. احنا عندنا مشروعين تجهيز الجهازين لينك راديوثيرابي اللي هو العلاج من خلال الأشعة بين المواطنين تسمون ليزر. ليزر عندنا مشروعين اللي هو بأربيلة في مرحلة البناء وإن شاء الله من خلال بعد سنة راح نفتح هذا جهازين إضافة للجهاز الأشعة الليزرية العلاجية في مستشفى رزقاري اللي هو جهاز قديم. وعندنا سرة كبيرة خصوصا في الدهوق ماكو هذا الجهاز حتى المرضى الدهوق يجون ويأخذون العلاج. وعندنا جهاز جاما نايف اللي هو لأول مرة في إقليم كردستان إن شاء الله من خلال هالأشهر القادمة راح نفتح في مستشفى الجمهوري في هولير مستشفى هولير التعليمي هذا الجهاز التشخيصي والعلاجي. فيعني عندنا أفكار ومشكورا للعائلة ناناكلي صراحة العائلة كاج أحمد إسماعيل ناناكلي صاروا فتح مستشفى جديد بجانب المستشفى الناناكلي القديم. فالمستشفى الجديد صاروا يعني رتهات موسعة ويأخذ العدد أكبر من المراجعين والمرضى السرطانية. فيوم ورا اليوم أكو في تطور والكيرف راح يصعد في مجال السرطانية. وفتحنا قبل سنة فتحنا مركز خاص تخصصي في تشخيص ومسح السرطان الثدي بين النسوان والمرأة صراحة لأن هذا كلش مهمة. إيش قد ما أنت تأخذ التشخيص قريبا على يعني الفحص المبكر والتشخيص المبكر للسرطان الثدي راح يصير العلاج ممتازة والمصير الممتازة للسرطان الثدي. لذلك فتحنا مركز التشخيصي والمركز المسح بين المواطنين. بعد حالة النزوح اللي صارت على إقليم كردستان إن كان من قبل موصل بعد حرب داعش أو من محافظات العراق عامة كيف مديرة الصحة تعاملت مع هذا الكم الهائل من النازحين؟ النازحين واللاجئين أيضا اللاجئين استقبلنا قبل النازحين في نهاية 2013 في شهر أغسطس الآب وفي وسط 2014 وراء ما احنا دخلنا بعدد من الأزمات أزمة الاقتصادية وأزمة حرب على داعش وأزمة الجبهات في بيجمرقتنا الأبطال في جبهات وإحنا قدمنا ووضعنا التأسيس المراكز الصحية ومراكز العلاجية والطوارئ في جبهات القتال مع داعش. فهذا كل الأزمات ما كان باقي التعيين الأطباء والكوادر الطبية يعني أزمة جديدة إحنا يعني واجهنا اللي هو عدد كبير من النازحين نزلوا على محافظة أربيل وصار الاستمرار في دخول النازحين في عدد من المحافظات العراق وخصوصا في الأخيرة في محافظة موصل. بس أنا أقدر يعني أقول لي يعني النازحين مو جديد كان على محافظة أربيل لأن وراء عملية التحرير العراق في 2003 عدد كبير من العوائل والنازحين وإخواننا العرب من في وسط وفي جنوب العراق في خارج الإقليم جايين وصاروا مواطن وساكن في أربيل من 2003 يعني الضغط على أربيل بادي من 2003. بس الحجم الكبير اللي احنا استقبلنا في وسط 2014 بعد يوم وراء اليوم صاروا زيادة في عدد وخصوصا وراء العملية تحرير الموصل
في 17/10 الأكتوبر في 2016 أعتقد. فالعدد أكثر من المرضى بين النازح واللاجئين، عدد كبير يوميا من الجرحى اللي المواطنين ساكنين في موصل استقبلنا في أيام التحرير الموصل. لحد الآن ماكو خدمات الثلاثية والفوق التخصصية في محافظة موصل. لحد الآن المواطنين يوميا يجون من محافظة في مدينة الموصل يأخذون العلاج والبعض الحالات التخصصية، لأن أعتقد لحد الآن في الرعاية الصحية الأولية والعلاج الأولي والثنائية في موصل. فاحنا شو سوينا؟ احنا عندنا قسم، فتحنا قسم خاص في دائرة صحة أربيل كقسم اللاجئين والنازحين، وتقريبا يوصل كان يوصل على 27-28 المخيمات بين اللاجئين والنازحين، وأكثر من النازحين صاروا بنفس المدينة، يعني نفس الساكنين في مدينة يعني اللي هم خارج المخيمات، وبالعكس بين اللاجئين أكثرهم بالمخيمات. ففتحنا بعض المراكز استقبال الجرحى والمرضى في أقضية ونواحي. مثلا صار ضغط على قضاء شقلاوة بخصوص اللاجئين والنازحين ساكنين في مخيم باسرمة، والعدد كبير من النازحين صاروا في شقلاوة. وفي قضاء خبات اللي هم حدود مع محافظة موصل صاروا فتح أقسام جديدة، وخلينا عدد كبير من الأطباء والكوادر الطبية والأدوية والمستلزمات الطبية، إضافة إلى بعض الفرق المتجولة مستشفيات المتنقلة في منطقة مفرق مال البرتلة. مفرق البرتلة صار سنة ونص تقريبا صاروا فرق متجولة تأخذون الجرحى والمرضى الطارئة ويودون على مستشفياتنا. فصار ضغط كلش كبير على مستشفياتنا، خصوصا مستشفى الإمرجنسي يأخذ الجرحى في موصل من الانفجارات والقتل. ففتحنا تقريبا 36 أسرة إضافية، وفتحنا أسرة إضافية في مستشفى طوارئ غرب أربيل، وفي طوارئ مركز أربيل تقريبا فتحنا 40 الأسرة مع منظمات الخيرية ومع حكومة إقليم كردستان ومع قنصليات. مثلا قنصلية الكويت كان عنده دور كبير في فتح قسم جديد في مستشفى الإمرجنسي. يعني عشرات الأسرة الحجم المستشفى احنا وسعنا لاستقبال الجرحى والمرضى النازحين. بس هذا طبعا يعني يراد له إمكانية، يعني معظم الإمكانية هو من خلال دعم في إقليم كردستان في وزارة مالية وتحت رعاية وتوصية فخامة سيد رئيس الإقليم. كان الرئيس البارزاني يعني استقبل الجرحى والمرضى، وكان دور الأطباءنا والكوادرنا ما راح ننسى، يعني مشكورا لكل الكوادر. بهالأزمة الاقتصادية ما كان أكو الراتب شهريا، ما كان أكو كامل الراتب الكامل، بس هم قدموا خدمات ممتازة تحت رعاية وتوصية الفخامة السيد الرئيس البارزاني. عفوا دكتور، يعني في حالة إن كان جرحى تستقبلوهم من موصل تجيبوها لمستشفيات أربيل، هل الحكومة العراقية ما دعمت المستشفيات أربيل؟ صراحة ما كان بهالمستوى. وورا كم أشهر من بداية التحرير الموصل إجا وفد يعني رفيع المستوى في بغداد، وشافوا حتى معالي السيدة الوزيرة دكتورة عديلة من إجو ما كان عنده مجال حتى تمرق على الأقسام، لأن كل ساعة ساعتين لازم إحنا يعني نسوي إخلاء الطوارئ على المستشفيات العامة. فتحنا مستشفيات عامة كطوارئ، مستشفى الجمهوري، مستشفى رزقاري، يعني إخلاء كان المرضى والجرحى كله على القاع. فكل ساعة ساعتين أنت لازم تسوي الإخلاء المستشفى، لأن أنت كل ساعة تستقبل عدد كبير. يعني كان يوصل الجرحى بين 200 و 500 جرحى، هذا بس الجرحى، إضافة للمرضى اللي هم عندهم مرضى المزمنة، عنده مرضى خاصة، وكله يراد له يعني دعم كبير ومستلزمات الخاصة في مستشفى. لذلك احنا سمعنا يعني نداء عاجل للبغداد. حتى بعد زيارة وزيرة الصحة إلى إقليم كردستان ما حصلتم من الدعم؟ دعم كان كلش محدود وتأخير.
واحنا صراحه احنا طلبنا بس الحقنا اللي هو في اديو مستلزمات طبيه مركزيه في كل العراق. المؤسسه الكيماديه في بغداد في وزاره الصحه العراقيه هو يقدم ال و خلينا نقول يعني يوفر الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية لكل العراق. فكان أكو مشاكل يعني مشاكل الأمنية ومشاكل سياسية ومشاكل الحرب على الداعش وما كان أكو طريق وصار حتى حقوقنا كميتنا في كمحافظة أربيل ما كان يوصل. لذلك يعني إحنا الحمد لله عبرنا الأزمة وإن شاء الله راح يوم ورا اليوم نروح على الضوء كبير وأحسن مما قبل. فالحمد لله عبرنا بخدمات ممتازة وهذا فضل إنساني يعني يعني وفضل إنساني وهذا قرار كان قرار من فخامة السيد الرئيس بارزاني يعني استقبال ودعم للمواطنين وعزائنا وإخواننا في موصل ودعم لعملية تحرير الموصل. الحمد لله عبرنا بنجاح. اللقاحات الأساسية في إقليم كردستان هل هي متوفرة لجميع المواطنين الموجودين وكيف تعاملتوا وكيف وفرتوها بعد الأزمة وقلة الأدوية؟ اللقاحات للأمراض الانتقالية وللحملات الروتينية الحمد لله موجودة ما كان بأزمة، مثلا اللقاح للشلل الأطفال والحصبة وحصبة مختلطة يعني هذا الأشياء. بس آسفا ما باقي بعض الحملات اللي كان مع منظمات الصحة العالمية ومنظمة يونيسيف كبرنامج وطني كبرنامج لكل محافظات العراق. كان أكو مثلا حملة الحصبة صار من 3 سنين من ماكو ما باقي الحملة يعني بس الباقي الجدول الروتيني الأسبوعيا يومين مثلا كل مراكز الصحية تنطي اللقاح الحصبة. لذلك احنا من خلال برنامجكم نطلب من وزارة الصحة العراقية ببدء حملات التلقيحات لأن كان من خلال سنوات القبل كان أكو كل سنة حملتين للتلقيح باللقاح حصبة وباللقاح شلل الأطفال بس ما باقي حملات الحصبة. لذلك هسه صار حالات الحصبة كثير في محافظة موصل وفي قضاء خبات هم احنا نستقبل يوميا حالات الحصبة اللي احنا دا نسأل على سوابق المرضى الطفل ما ماخذ اللقاح واحنا دا نسمي متسرب من برنامج المتسرب من برنامج التلقيحات حملتين تلقيحات كلش ضروري في وقت الحال آني. ثانيا بعض اللقاحات الخاصة احنا ما ننطي روتينلي بس عند الحاجة، مثلا لقاح انتي سنيك وانتي يعني انتي سنيك وانتي سكوربيان احنا دا في طواريات خصوصا لقاحات ما هي شنو هاي اللقاحات اللي تذكرها حضرتك دكتور؟ هذه اللقاحات انتي سكوربيان وانتي سنيك يعني خصوصا في موسم الصيفي يعني حالات كثيرة في أغذية ونواحي يجيبون على فيصير يعني بعض النقص ومرات. فالحمد لله من خلال الطلبية من وزارة صحة إقليم كردستان في 2017 وفرنا كمية من اللقاحات إضافية إضافة إلى اللقاح اللي إحنا نستلم من وزارة الصحة العراقية. هذه اللقاحات اللي تكون ضد لدغات العقارب والأفاعي بالضبط. نعم. هل هناك حملات توعية تقومون بها انه لتوعية الناس على اللقاحات انه مستمرة لازم تكون موجودة؟ عندنا حملات روتينية من خلال قسم التوعية الصحية في مراكز صحية. بس حملة كحملة ومن خلال المكبرات الصوتية والمطبوعات والرسائل التلفزيونية من خلال الجرائد والمطبوعات احنا حسب الحالات وحسب الجغرافيا. مثلا ناقشنا على الحصبة هسه صار عدد كبير في حصبة بين المخيمات وبين احنا بدنا نسوي حملات التوعية من داخل المخيمات ومن داخل حدود الجغرافي اللي عندنا حالات كثيرة. نعم. هل الشركات الأدوية المحلية قادرة على توفير كل الأدوية لجميع الحالات المرضية؟ حسب الجروبات الأدوية مثلا الأنتيبايوتيك و
الأمراض المزمنة هم تقدرون يعني المعامل والشركات المحلية توفرون. بس بعض الأدوية الخاصة مثل مواد التخدير وأدوية الخاصة بالأدوية البيولوجية اللي هو بيولوجيكال ايجنت لمرض الأعصاب، بعض الأشياء خاصة لا بالعكس، يعني أكو يعني بكل الدنيا أكو شركات محدودة والبراند والنوعية محدودة، لذلك احنا مرات ما عندنا بعض الأدوية لسبب مو بسبب الأزمة الاقتصادية، بسبب ماكو توفير من جانب الشركات. وبعض الأدوية هو مركزيا لازم من خلال وزارة الصحة العراقية سوون عقد مع الشركات العملاقة السنوية. يعني بعد الأزمة اللي حصلت بين أقليم كردستان والحكومة العراقية وقطع الميزانية من قبل بغداد، هل هناك مشاريع طبية توقفت بسبب هاي القطع الميزانية؟ يعني مشاريع طبية تأثر يعني بعض التجهيز الأجهزة الطبية والصيانة، بس مو بهالمستوى، يعني ماكو وقف كومبليتلي يعني خلينا نقول، بس يعني مو مثل قبل طبعا. بس ان شاء الله توفير الأدوية، توفير أدوية يعني نسبيا احنا نقدر نقول هالسنة احسن من ما قبل قبل الـ بس مو شنو يعني هو هسه النظام الجديد لتوزيع الأدوية والمستلزمات الطبية هم على النسبة 17% على الإقليم. من خلال هذا 17% بعض الأجهزة الطبية بعض الأدوية كلش غالية أسعارها، يعني أدوية قليلة راح يغطي الـ 17%، لذلك مستمرا احنا عندنا نقص. وهذا النظام يعني حتى بغداد مرات ما يقدر يعني يغطي كل العراق، عنده نقص يعني حتى بالبغداد وبالمحافظات الأخرى. هذا يعتمد على النظام والسيستم اللي هم تروحون عليه البروسيس في مؤسسة الكيمادية في وزارة الصحة العراقية. هل المواطن الكردستاني والنازح يشعرون بالأمان صحياً في إقليم كردستان؟ صراحة عندنا احنا مشكلة بالنظام الصحي اللي هو البيشنت المرضى مش راضي على على الخدمات الطبية لسبب اكو اسباب معينة. اولا من جانب الاختصاصات والمهارة الاطباء انا اقدر اقول لا الحمد لله هو بيرفكت، يعني ماكو فرق بين المهارات الغربية والمهاراتنا، يعني مو مثل قبل، كل الاختصاصات دقيقة ومستلزمات موجودة، بعض الاختصاصات كلش نادرة، بعض الأشياء كلش نادرة يحتاج إلى إرسال المرضي للبر. ثانيا من نظام الفندقية يمكن من نظام الضمات والنيرسينج التمريضية يمكن مرات المريض عنده عملية ممتازة بس اللي يراد له وراء العمليات الخدمات الفندقية والخدمات التمريضية يمكن مش راضي على. بس من جانب العام في كطب المجتمع كصحة عامة أنا أقدر أقول الحمد لله الوضع أنا ممتازة، لأن ماكو الوباء ماكو أمراض الانتقالية ماكو نشر وانتشار في جانب المرض الانتقالي، وكل المعايير وإحنا دا نقيم الأشياء أو الخدمات الطبية من خلال المعايير الدولية اللي احنا نأخذها من منظمة الصحة العالمية WHO، وعندنا تنسيق مع منظمات خصوصا منظمة الصحة العالمية ومع وزارة الصحة العراقية من خلال تقارير وزارة الصحة العراقية من خلال كتبهم وإرسال الروتينات الإدارية. الحمد لله وضعنا من خلال الصحة المجتمع ممتازة، ماكو انتشار أي مرض انتقالي. كجهة عندكم اتصال مباشر بصحة الناس، كيف تقيم وضع الصحي العام في إقليم كردستان؟ يعني إذا مقارنة نقارن مع بهالوضع الاقتصادي بهالإمكانية وبهال خلينا نقول مهارة الأطباءنا والكوادر الطبية، الحمد لله وضعنا كان زين، لأن إحنا نقيم مثل ما قلت لك نسوي تقييم الخدمات الطبية من خلال معايير. وإحنا مثلا عدد خلينا نقول المتوفيين بين الأطفال بين الأعمار المختلفة وعدد المراجعين وشنو الأمراض اللي ينتشر بين المجتمع، شنو الحملات الوقائية وعدد الصرف الأدوية والمستلزمات الطبية واستقبال المرضى من خلال عيادات الخارجية في داخل المستشفيات وفي الطواريات وعدد العملية دي يسوون يوميا. يعني من مقارنة بهالضغط وبهالإمكانية
الحمد لله وضعنا كان زين وماكو اي مشكله، لو خلينا نقول مو ازمه، خلينا نقول ماكو في اي كارثه، لان احنا نتوقع من عندك الازمه تحول على الكارثه، الحمد لله ما كان عندنا كارثه والخدمات مستمره ومن خلال 24 ساعه من خلال طوارئ. بس شنو الطموح اللي احنا عندنا؟ الطموح كان اكثر وعندنا مشاريع اكثر وعندنا بعض الطموح نقدر يعني ما كان وصلنا بهالازمه الاقتصاديه، بس احنا مستقبلا ان شاء الله راح نصير بتصليح النظام الصحي وبتغيير النظام الصحي حتى يصير كل المواطن يشعر بامان في بلدنا. اربيل مدينه مفتوحه فيها كثير من المراكز الصحية التابعة للقطاع الخاص وكثير من الدكاترة والمراكز غير كردية، نقول يعني من جنسيات مختلفة. كيف أنتم قادرين تسيطرون على هذا الوضع وكيف الحكم يكون عليهم؟ أكثر محافظة اللي عندها المراكز التخصصية ومراكز خلينا نقول من قطاع خاص مراكز 22 مستشفى أهلي، وعندنا أكثر من 40 مركز الأهلي اللي هو متخصص بالعيون بالتجميلي، وعندنا عدد كبير من العيادات الخاصة والمراكز العلاجية. فأكثر محافظة هذا يرجع على شيئين، يعني سببين. أولا أكو التوجيه في محافظة أربيل وخصوصا من جانب السيد المحافظ أربيل بدعم القطاع الخاص وبتسهيل الأمورهم من خلال التعليمات الصحية مو من خارج التعليمات. وثانيا أكو عدد كبير من السياحة الطبية يجي على أربيل من خارج العراق من الأغذية ونواحي اللي هو بالحدود من سوريا من تركيا ومن محافظات الأخرى في العراق، يجون لسبب جمع المهارة وجمع الأطباء الاختصاص دقيقين من أهلنا العرب والكرد موجودين في أربيل. لذلك القطاع الخاص عنده دور كبير في أربيل، وإحنا نعتبر القطاع الخاص هو متكامل مع القطاع الحكومي، اثنيناتنا نقدر نخدم خدمة طبية للمواطنين. دكتور في الختام، ختام حضرتك، شكرا على المقابلة وعلى هذا الاختيار البرنامج في نقطة الضوء. صراحة إحنا كعراق وخصوصا في إقليم كردستان إحنا عبرنا عدد من الأزمات، وإن شاء الله نأمل بدخول وضع جديد وبتقديم خدمات أفضل للمواطنين وفي توسيع مستشفياتنا وفي تأسيس المستشفيات الجديدة والمراكز التخصصية. وإن شاء الله أول ما إحنا نأمل فيه هو تصليح وتغيير نظام الصحي، نظام الصحي لأن النظام كلش قديم، وحتى نعود النظام على الطموحات الحكومة وطموحات المواطنين. فإن شاء الله راح يصير الخير، وإن شاء الله نأمل بأنه وضع جديد ووضع السعادة والفرح راح يجي لكل المواطنين إن شاء الله، والسلامة للكل. شكرا جزيلا دكتور سامان مدير صحة أربيل. هنا تنتهي إضاءتنا، نلتقي بإضاءة جديدة إن شاء الله.